رفيف قال بدك يعني؟ تعي فوتي هادي، بدي أحكي معك. شو موجوع شي؟ مو موجوع، لا تخافي، بس حبيت أحكي معك بموضوع مهم. بالحقيقة تأخرت كتير. انت شو عم تقولي؟ انا ما فهمت عليكي. برجع بقوله، انا بعرف كل شي عن يعقوب. هو ما بيكون ابنك، مثل ابن عمران اللي مانو مني. شفتي شلون؟ حتى قدرنا واحد. نحن من أول ما دخلنا على حياتك قلبناها فوقاني تحتاني، وأنا أكتر واحد مذنب. لا أبداً، لا تظلم حالك، لأنك أنت كنت دائماً منيح معي. لا مو صح، يمكن لو رفضت فكرة هالحمل من قبل ما كان صار معنا كل هالمشاكل، بس الحمد لله لساتنا عايشين ولسه في وقت لأحكي لك هالشي. رفيف، أنا ما عاد بدي ضل ساكت وأتعذب من جوا وأحمل بقلبي، ومالي حابب أبداً كون جزء من هاللعبة السخيفة. ما عاد فيني أسكت أكتر، هالشي كتير مهم بيخصنا نحن ثلاثة، ولازم قلك يا اليوم. نحن ثلاثة؟ إيه، أنتي وأنا والبيبي اللي ببطنك. عمران شو عم بيصير؟ يعني حاسة إنه الوضع مكركب كتير؟ أنا عملت شي غلط يا ترى؟ رؤي أنت ما دخلك. يعني أنت كنت عم تحكي معي عن البيبي، وبعدين قلت لي انه كل شيء رح يكون مختلف، بس انا ما فهمت شو بتقصد. لانه عندي شيء ولازم احكيه، وهذا الشيء من زمان كتير كنت حابب خبرك فيه، بس ما لقيت فرصه، او فيني اقول اني ما تجرأت افتح هالموضوع. ممكن تقول شو الموضوع؟ لا تشغلي بالك وتتضايقي، مالي حابب افتح معك هالموضوع هون، اصبري شوي. طيب مثل ما بتحب. بكره رح نطلع مشوار على مكان رح تحبيه، ورح احكي كل شي مخبيه بقلبي. رفيف، ممكن تجي معي شوي؟ في كلمتين بدي احكيهن معك. من بعد اذنك عمران. اذنك معك، روحي مع امي، نحكي بعدين. ماشي. عمران بيك، حكينا بهالموضوع، ماشي؟ تتعودي مع الوقت. تعي عدي هون شوي. نحن بدنا نروح. بدكن تروحوا؟ لوين؟ عبيت الرشادية، هيك أحسن للكل. إمتى طلعتي بهالقرار؟ أنا مالي موافق. هلأ تعي عدي هون جنبي وشوفي هالصورة. عمران بيك، صدقني روحتنا رح تخفف المشاكل. أمي قالت لك تروحوا، ما هيك؟ عمران بيك،
أمك معها حق وأمي مالها مرتاحة. رفيف مستحيل. نسيتي إنه محمود بيعرف هداك البيت؟ إيه بس أنا ما فيني ضل كل عمري خايفة وعم بهرب منه. مو معقول بنوب، نحن مجبورين وهذا أحسن حل برأيي. نعم كرم. سليم، فيك تجيب لي واحدة من سيارات الشركة من الموقف لو سمحت؟ خير، شو في؟ بحكي لك بس شوفك، بس هلأ بدي السيارة بسرعة. طيب، مسافة الطريق وبكون عندها. شكراً كتير، بدي عزبك. ولا يهمك. طيب، اعملي اللي بريحك مؤقتاً، بس لبين ما أنا لاقي الحل. ما رح تضل هنيك. رايحة أكمل طب أغراضي. رفيف، ليش بتكون تروحوا؟ ما صار لكم كام يوم جايين على القصر. هيك أحسن. رفيف، أنت هاتي عنك. ما لا تقيلة، شكرا. ولو هاتي عنك، ما بيصير. أسيل، شفتي لي رفيف؟ هلا ودعناها عمرن بيك. هاي انتي؟ ما كنت متخيلة انك رح تحلي كل شي بهالسرعة. شو قلتي لحتى قدرتي تقنعي رفيف؟ ما بهم شو اللي حكيته مع رفيف، يلي بده يحكيه معك عمران هو الأهم. شو الموضوع؟ شو اللي بده يحكي معي عمران؟ اليوم أو بكرة رح يخبرك. عمران قال لي إنه بده يطلقك يا بنتي.